بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله سنلتقي مع درس المنصوبات، وتحديدا مع المفعول معه. نعرف من خلال هذا الدرس المفعول معه وطريقة إعرابه وأين يقع، ثم تدريبات على الدرس. المفعول معه هو اسم منصوب يقع بعد فعل ليدل على ما فعل الفعل بمصاحبته، ويذكر بعد واو بمعنى مع تفيد المصاحبة أو الملازمة، وتسمى واو المعية، مثل سار القطار والنيل. فكلمة النيل مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لاحظ أنه يدل على ما وقع الفعل سار بمصاحبته، أي النيل، والفعل هو القطار. لاحظ أيضا أن الواو التي بينهما هي بمعنى مع تفيد المصاحبة. لاحظ أيضا ضابط آخر، أن الواو هذه لا تكون واو العطف، لأنه لا يصح أن يسير النيل، لأن النيل لا يسير بينما القطار يسير. استيقظ النائم وأذان الفجر، كذلك أذان الفجر أذان مفعول معه منصوب علامة نصبه الفتحة. لاحظ أن النائم يستيقظ وهذا يجوز، بينما الأذان لا يستيقظ، فهذا الاسم أذان وقع بعد واو المعية فهو مفعول معه، أي لا يصح أن يشارك ما بعد الواو ما قبلها في الفعل. دع الظالم والأيام، الأيام مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وقع بعد واو المعية التي تدل على ما حدث الفعل بمصاحبته. المفعول معه هو الاسم المنصوب بعد واو المعية يشارك ما قبله في الزمان، فإن لم تصح المشاركة في الزمان لا يصح أن يكون مفعولا مع. معا نفهم نتعلم ببساطة.